هيحصل يوم الاحد. هو بشكل كبير جدا خلاص فيتوريا مش مكمل. هو الراجل على فكره اتكلم معاهم وقال لهم انا، هم رجعوا طبعا من السفر، الراجل ما يعني ما كانش في وقت ان هم يقعدوا مع بعض، في بعض اعضاء المجلس مشغولين بحته القيد والحاجات دي، والباقي طبعا بيبقى فيهم الاستاذ جمال علام شايفين ان اللي يتكلم مع مستر فيتوريا هو كابتن حازم وكابتن استاذ جمال علام والاستاذ خالد الدرندلي، هم بس الثلاثه اللي يتكلموا مع روي فيتوريا ويشوفوا موضوع الشرط الجزائي، عشان لو في قرار يعني هم ما بيقولوش للراجل انت مشيت، هو لو في قرار بالرحيل نتكلم مع بعض ونشوف ممكن نوصل ليه. هم ما عندهمش قرار، هم مستنيين رد الفعل، الناس هتزوم عليهم ولا امشيه ولا لا خليه، وانا هم مستنيين يعني. بس انا شايف يا كابتن بقى ان الراجل كمان دي المعلومه اللي عندي، الراجل قال لهم لا انا جاي اربع سنين وده مش الاتفاق اللي كان تم معايا، انا راجل عايز اكمل مهمتي وانا 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 وانا، انا راجل امشي ليه؟ لان خلي بالك انت 15 يوم لو ما دفعتش الشرط الجزائي ومشي ممكن يطالبك بعقده كامل. ده خسر امم افريقيا، ممكن يطالبك بعقده كامل، فانت بتتكلم عقده كامل ده مستمر 2026، عقد كبير قوي يا محمد ونتقابل. زي جمال بالماضي. بالظبط. جمال بالماضي عايز 7 مليون. بالظبط. عقد كبير جدا يا كابتن تعمله مع مدير فني، انت مش ضامن بدون اي حتى في العقد انك لو خسرت بص هقول لك حاجه، حتى حاجه بص يعني الراجل نفسه ما كانش هيرفضها. لو خرجت من دور ال 16 او دور الثمانيه من افريقيا احنا ممكن نمشيك. احنا ممكن. يعني حط لنفسك مفيش بند محطوط. بند محطوط، انت مش حاطط اي حاجه، انت حاطط للراجل فلوسه مقابل امتيازات لو خدت كذا او خدت كذا لمجرد اقناعه نيجي منتخب مصر. اقناعه على ايه؟ يعني انا عايز اسال سؤال، نجح في البرتغال، نجح في السعوديه، اتفق معاك، بس ما نجحش مع منتخب يعني ما وداش منتخب كاس عالم، ما خدش منتخبات اساسا مثلا، يعني مثلا ما خدش منتخب وداه دور 8 في مونديال يعني. لكن انت جايبه تدي رقم كبير ما عنديش مشكله، انت خلاص ارتضيت واتحاد الكوره انت بتتكلم بقى خلاص انت في امكانيات ان تديله، لكن في نفس الوقت انت على الناحيه الثانيه جايب مثلا ميكالي واخد ذهبيه اولمبياد بتدي له 50 ولما كان موجود كان بياخد 40 في الاول وزاد بعد كده وصلك اولمبياد، طب ما ده برضه محقق انجاز مع منتخب انت مديله ده، طب وده ليه 200؟ ما هو برضه 150 كتير، ما لازم يتحاسب على ده، لازم اتحاد الكوره يتحاسب على ده. انا تعالى معلش طلع لي بشبان اعتذار، طلع لي بقى بيان تفصيلي ليه تعاقدت معاه ب 200، ايه اسباب الخساره اللي ادى للخساره. افريقيا ما فيهاش الاسعار دي، يعني انا ليه كمنتخب مصر بدفع الاسعار دي؟ افريقيا كلها ما فيهاش الاسعار دي، انا بتكلم بجد والله، يعني افريقيا كامله ما فيهاش كابتن الاسعار دي، المدربين او انا ليه بعلي قيمه المدربين قوي كده؟ خاصة ان هو جاي منتخب مصر هيتفتح له في السعودية، هيتفتح له في الامارات، هيتفتح له في منتخبات افريقية، هيتفتح له كل حاجة، حتى لما شفت انت خرج من دور 16 اهو هيجي له عروض عادي جدا. واحد كان ماسك منتخب مصر خد تجربة مع منتخب مصر، خد تجربة مع منتخب مصر، انت جايب فيه في الفرقة لعيبة محترفين وابرزهم محمد صلاح نجم ليفربول ومن افضل 10 لعيبة في العالم.